نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بك عبدالله، وطابت أوقاتكم بكل الخير. من مدينة جلاسكو الاسكتلندية نبدأ هذه النشرة، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، لا سيما المؤسسات البريطانية العريقة. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة جاكي تايلور رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين. وخلال لقاءاته التي عقدت على هامش أعمال قمة المناخ، بحث السيد الرئيس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعاون الثنائي وقضايا المناخ. ثاني أيام زيارته لاسكتلندا، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات والتي تعقد على هامش المؤتمر العالمي للمناخ بمدينة جلاسكو COP26، والذي يبحث كيفية احتواء أزمات المناخ وموجة الاحتباس الحراري المتسارع. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة، وبمشاركة أكثر من 195 دولة، تلبية لدعوة الأمم المتحدة، وبحضور أكثر من 25 ألف مشارك. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر في المؤتمر، حيث شدد سيادته على أهمية التعاون الدولي بين كافة الدول لمواجهة خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بروفيسور جاكي تايلور رئيس الكلية الملكية للجراحين بجلاسكو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، مؤكدة على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، مشددا على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل ووفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في هذا الشأن. جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة رقم 26 لقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجلاسكو، حيث أكد رئيس السيسي أن مصر بادرت باتخاذ خطوات لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع تغيرات المناخ، مشددا على أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ بات أمرا حتميا لا يحتمل التأجيل. على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الإفريقية
التبعات الأكثر سلبية للظاهرة. هكذا عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن لسان حال القارة الإفريقية وما تعانيه من أزمات خلال أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، مطالبا الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه التأثيرات وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025. وفي كلمته لم يكتف الرئيس السيسي بالحديث عن التحديات، وإنما أكد سعي مصر لتقديم نموذج تنموي مستدام يحتل فيه تغير المناخ والتكيف مع آثاره قمة الأولويات، مستهدفا الوصول للمشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025 و 100% بحلول عام 2030. تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% حلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة. كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستضافة القمة في دورتها القادمة لترجمة التعاون بين الدول المختلفة مع القارة الإفريقية للتغلب على التحديات والآثار الواقعة عليها. أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة اختراق غلاسكو وبالتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة، وصولا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع. لتصبح كلمة الرئيس السيسي أمام قمة المناخ رسائل عدة في ذاتها: للدول المسؤولة عن الأزمات تحملوا مسؤولياتكم، وللدول المتأثرة بالأزمات نحن معكم، في تأكيد مجدد على ما توليه مصر من تعاون مع الدول كافة كحجر الزاوية والثقل في القلب من العالم. سارة متولي، التلفزيون المصري. في هذه الأثناء بدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ في غلاسكو، وفي ختام اليوم الأول تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي بإنهاء إزالة الغابات بنهاية العقد الحالي. ولقى البيان المشترك دعما من زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية التي تمثل مجتمعة 85% من غابات العالم. وفي إطار الاتفاق تعهدت 12 دولة بتقديم 12 مليار دولار حتى عام 2025 لمساعدة الدول النامية في حماية الغابات، كما سيقدم أكثر من 30 كيانا من القطاع الخاص ما لا يقل عن 7 مليارات دولار أخرى. من ناحية أخرى، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية أن نحو 90 دولة انضمت إلى مسعى أمريكي أوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اسكتلندا. وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى لقاءات السيد الرئيس في القمة، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، لافتا إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ كاب 27 العام المقبل في شرم الشيخ. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تابع مدبولي استكمال العمل بالمشروع
المشروعات القومية المختلفة في جميع المحافظات، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصرية. كما شهد خلال الاجتماع مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بناء على التوجيهات الرئاسية بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، مع الإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم. شدد المركز الإعلامي على أن هناك تطور كبير وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 108 مليارات جنيه فاصلة 8، وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 172 مليار فاصلة 6 جنيه. يناقش مجلس النواب خلال جلسة العمل اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، كما أنه من المقرر أن يستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مباشرة من مقر مجلس النواب محمود إسماعيل. محمود، أهلا بك، تفضل. بعد التحية، منذ ما يزيد قليل عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، والبداية كانت بإحالة قرارين لرئيس الجمهورية، أحالهما رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أحدهما يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا في عام 2019، والآخر يتعلق بالموافقة على الخطابات اتفاقية الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة اليابانية بشأن التعاون الاقتصادي. بعد ذلك شرع المجلس في استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد. مشروع هذا القانون كان قد عرض للنقاش بمجلس الشيوخ، وأخذ مجلس الشيوخ الرأي النهائي عليه، ومن ثم أعيد من جديد لمجلس النواب. وتستهدف الحكومة من وراء مشروع هذا القانون القضاء على ازدواجية التشريعات، ومن ثم ارتأت الحكومة دمج قانونين، قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية، ارتأت الحكومة دمجهما في قانون واحد وهو قانون المالية العامة الموحد والذي نحن بصدده. ويستهدف مشروع هذا القانون تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والاستجابة للمتغيرات الحالية فيما يتعلق بالصرف المميكن والتوقيع الآلي، إلى جانب خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل توقعات الإيجابية للاقتصاد المصري. كذلك رغدة يستهدف مشروع هذا القانون أو يساهم فيه أو يساعد الحكومة في استخدام المخصصات المالية التي لم يتم إنفاقها في سند الاعتماد. مشروع هذا القانون يتيح للحكومة استخدامها في الموازنات العامة التالية، ومن ثم يعمل على سيولة والمرونة في تحقيق الموازنة العامة للدولة. من المقرر أيضا رغدة أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم، وإذا ما فرغ من قانون المالية العامة الموحد، يناقش مشروع قانون كان قد ناقشه ووافق عليه في مجموعة مواضيع في جلسة سابقة، وتبقت مادة واحدة هي المادة 17 من مشروع قانون يتعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمود إسماعيل، موفد أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة. أفاد البيان اليومي للوزارة بارتفاع نسبة المتعافين من الفيروس إلى أكثر من نحو 279 ألف حالة وخروجهم من مستشفيات العزل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إصابة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بفيروس كورونا بعد أن أثبتت نتائج الفحوصات الطبية ذلك. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عبد اللهيان حالته الصحية العامة جيدة، مضيفا أنه سيستمر في ممارسة عمله من الحجر الصحي.
اعتبر رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان مدخلا لحل الأزمة الراهنة بحسب بيان لوزارة الإعلام في حكومته. قال حمدوك وفق البيان إنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات بموجب القرارات التي اتخذها قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر، وأشار إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ولفت البيان إلى أن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج لبحث حل الأزمة السياسية الراهنة. دعت الحكومة الإثيوبية المواطنين إلى استخراج تراخيص لحمل السلاح في اليومين المقبلين بعدما قالت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي إنها تفكر في الزحف نحو العاصمة أديس أبابا. بدور تعهد رئيس الوزراء أبي أحمد بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة في شمال البلاد منذ عام، وقر أحمد بكثرة التحديات وقال إنه لا يمكن تأكيد إمكانية تحقيق انتصار شامل في هذه الحرب، واعتبر أن الموت من أجل إثيوبيا واجب على الجميع. كانت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد قالت إنها انضمت إلى قوات جبهة تحرير أورمو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية. وأشار متحدث باسم الجبهة إلى أن القوتين تدرسان الزحف إلى العاصمة أديس أبابا، لكنه أشار إلى أن هذا التحرك لن يتم الآن، وتوسع قوات تيغراي نطاق سيطرتها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطرت على مدينتي كوموبولاشي وديسي الاستراتيجيتين. أفاد مسؤول أمني بحركة طالبان الأفغانية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في انفجار بالقرب من مستشفى عسكري بالعاصمة كابول. وكان أحد سكان كابول قد أكد سماعه دوي انفجارين على الأقل عقبهما إطلاق نار بالقرب من المستشفى العسكري. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق منطقة الانفجارين ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين. إذن ختام نشرة الظهيرة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والمزيد دائما عبر مسبيرو.اي جي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.